صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا لايف زي ما احنا قلنا في المبادره اللي احنا قلنا عليها ان شاء الله، ان احنا هنحاول ان احنا ندعم الناس اللي جايه جديد لايطاليا علشان ان هي تتعلم بمنتهى البساطه اللغه الايطاليه. احنا مضطرين ان احنا مش مضطرين احنا عاوزين ان احنا نبسط على قد ما نقدر، لان الناس اللي جايه على ايطاليا ممكن تكون مستصعبة الموضوع، مش كلها مش كلهم عايزين حد يبسط لهم ومضطرين ان هم يتعلموا اللغة عشان يتعاملوا. فاحنا هنشجع، فهبدأ دلوقتي اشرح حاجة وبعدين هبدأ ان انا اخد. انا معايا دلوقتي اللينك بتاع الميت ومعايا الناس اللي هم دخلوا على الجروب الخاص اهوت. ده الجروب اهو يا جماعة، كل حاجة مصداقية شفافية، كل حاجة قدامكم على عينك يا تاجر زي ما بنقول. ماشي، هبدا بالدرس بتاعي. انا ببدا عكس الناس، بدل ما الناس بتبدا بالحروف والارقام والحاجات دي كله على عيني وعلى راسي، بس انا عايزه ابدا بالجزئيه بتاعه المحادثه، لان هي الحته الحلوه في الفيلم، الحته اللي بتخلينا ان احنا نتعامل. فلما نروح ونتعامل والناس تلاقينا بنتكلم كويس، بنبسط بنفسنا وبنرجع نذاكر اكتر، فنذاكر القواعد الحاجة الوحشة اللي احنا ما بنحبهاش. فاحنا كنا واخدين في الدرس بتاعنا ازاي ان احنا نعرف نفسنا، وده درس لازم كلنا نعرفه. ازاي ان انا اعرف نفسي؟ بعرف نفسي عن طريق اول سؤال لازم ان انا اقول اسمي. فبقول ايه مثلا؟ لو جيت مثلا حد قال لي تشاو كومي تيكيامي، تشاو كومي تيكيامي معناها يعني اهلا ازيك. ماشي، كومي تيكيامي مش ازيك، اهلا. اوكي، كوميتيك يامي اسمك ايه؟ ارد على السؤال ده ازاي؟ هرد عليه بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا بستخدم الفيربو كيامارسي، سيبكم من كلمه تقيل، هقول مي كيامو واقول اسمي نومي كونيومي، اللي هو مثلا لو عايز اقول هقول مي كيامو عزه خطاب. اوكي، يبقى نومي عزه خطاب اللقب، ده الكونيومي في الايطالي. اوكي، طيب، او ممكن ان انا استخدم الفيربو اسري فاقول سونو عزه خطاب، هي هي. تمام، يبقى اول ما حد يقول لي كوميتي كيامي يقول حاجتين، مي كيامو واقول اسمي، يا اما انا اقول سونو واقول اسمي. تعالوا بقى اما نطبق حته حته كده. هاخد الاستاذ كريم. استاذ كريم معايا؟ ايوه. اوكي يلا، انا عليت البتاع. يلا يا استاذ كريم، تشاو كوميتي كيامي. مي كيامي كريم. مي كيامو ليه بقى يا استاذ كريم؟ ليه؟ استنى وانا اقول لك. علشان هو انا لو ما اجي اقول انت اسمك ايه، فبتقول لي اسمك وتقول اسمك، ولا بتقول اسمي؟ اسمي. ايوه، يبقى انا بغير الفعل. حتى يا جماعه بالعربي، يعني ايه انتوا بتستصعبوا الموضوع، حتى بالعربي هي هي، بغير الفعل على حسب إيه، مين اللي بيتكلم، الكلام على مين؟ الكلام على الاستاذ كريم. اتفضل يا استاذ كريم، يلا قول كوميديك يا عمي. مي 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 اي كده مي كيامو. ها كيامو كريم؟ لا انا سامعه تي مي. بصوا الفعل ده انا بسميه الفعل ابو حتتين، هو فعل منعكس فيربو ريفلسيفو. يعني ايه فعل بحتتين؟ يعني الحته الاولى مي عايد عليا، عايز يقول مثلا انا ادعى كذا، انا اسمى كذا. فالحته الاولى مي عايد عليا، اوكي، والحته الثانيه اللي هو كياماري. اوكي، طيب لو انت مستصعب ممكن تقول سونو على فكره، لو في الاول كده مستصعب قول سونو. قولها يا استاذ كريم. سونو كريم. ايو كريم صح؟ سونو، لا مفيش ايو بقى، سونو كريم. ايه كريم؟ احمد اللقب، انا مش عايز اسم الوالد، اللقب. ها سونو كريم ايه؟ كونيومي يعني؟ ايوه الكونيومي اللي هو كريم محمد. كريم محمد، اوكي. يبقى هتقولي مي كيامو كريم محمد، قولها مي كيامو كريم محمد، او هتقول سونو كريم محمد. كريم محمد. لا انا عايزه سونو، ما انا عارفه انك كريم محمد، انا عايزه الحته الاولى. بيضحكوا عليا وانا بفقسهم برضو. نعم مي كيامو. ها مي كيامو ايه؟ كريم محمد. مي كيامو كريم محمد او سونو. سونو كريم محمد. برافو عليك، ممتاز، بيرفكتو. هاخد دلوقتي مين؟ استاذه ساره. بقيه المجموعه فين؟ الثانيه الجروب الكبير ما تنسيش تبعتي لنا على المجموعه الكبيره، المجموعه الصغيره بيترن لي عليها، المجموعه الكبيره لا. طيب اوكي، تقدري تبعتي اللينك واديهم من افيزو ان احنا بدأنا. اوكي طيب، هاجي دلوقتي على السؤال الثاني بقى. اول سؤال عرفنا ان ازاي ان احنا نقول اسمنا، تشاو كوميديك يامي،
ميك يا مو، عشان بتكلم على نفسي واقول اسمي، نومي كل يوم اسمه اللقب. تاني سؤال عندي هو دي دوفي ساي. هقفل استاذ كريم المايك وهاخد الاستاذ حسام المره دي وهسالك دي دوفي ساي. وقبل ما تجاوبني على السؤال خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. في حد يجي يقول لك ايه يا ترى يا هل ترى ايه الفرق ما بين دي دوفي ساي وما بين دوفي ساي؟ بتصل على جوزي فبقول له الو انت فين، دوفي ساي معنى انت فين دلوقتي، فممكن يقول لي سون اللافورو اكازا سونو البار اوكي سونو فواري. يبقى هنا كلمه دوفي ساي معناها انت فين دلوقتي، ولكن كلمه ناخد بالنا كلمه دي دوفي ساي معناها انت جاي منين، بتسال عن البايزي دي بروفينينسا اللي هو البلد المنشا جنسيتي. رحت كورس فشايفه واحد كده شكله مش ايطالي فاقول له ايه دي دوفي ساي، بمعنى ان انا بسال مش هو فين، بسال هو بلده الاصليه ايه جنسيته ايه. يلا يا استاذ حسام دي دوفي ساي. استاذ وليد طيب ها يلا يا استاذ حسام الباقي اقفلوا المايكات لو سمحتوا عشان نقدر نسمعكم. دي دوفي ساي ها. طيب الاجابه بتاعته سريعه مع ان انا بعت لهم الدروس بس ما ذاكروش، انا بشاهدكم بشاهدكم عليهم. احنا قلنا اجابه السؤال ده يا جماعه بنجاوب عليه بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا بقول سونو واقول جنسيتي، يعني ايه جنسيتي؟ انا مصري فهم اقول ايه سونو ايجيبسيانا خلاص. طب لو الراجل اللي بيتكلم هيقول ايه سونو ايجيبسيانو اوكي تمام. طيب بعد ما بقول كده بحب ان انا احدد اكتر، فعايزه اقول لهم ايه من انهي حته بالظبط في مصر او في المغرب على حسب بقى، فهقول ايه دي واقول اسم المحافظه سونو ايجيبسيانا دي المنوفيه بس مش بخيله ماشي. فيبقى انا هقول سونو ايجيبسيانا سونو وبعدها الجنسيه ماشي، يا اما مذكر او مؤنث ناخد بالنا من الحته دي كويس. ماروكينو ماروكينا تونيزينو تونيزينا ماشي، وبعدين ارجع اقول دي من وارجع اقول ايه لا بروفينشا اللي هي الايه المحافظه اللي انا جايه منها، دي المنوفيه دي الدار البيضاء على حسب ده اوكي تمام. او ممكن حد يجاوبني نفس هو السؤال ولكن باستخدام الفيرب فينيري جاي اوكي فينجو دالجيتو، وارجع تاني اقول دي المنوفيه اوكي فينجو دالجيتو زي انا جاي من مصر اوكي. يبقى الفيرب فينيري بتصرف معايو فبتبقى فينجو وتحط ورا حرف الجر ضا على طول كده اهو دالجيتو من مصر دي المنوفيه. استاذ حسام الباقي في المايكات يلا استاذ حسام عشان انت على اللايف اهو. دي دوفي ساي ها دي دوفي ساي. لا غلط يا استاذ حسام سونو جيت. استاذ ابراهيم اقفل المايك لو سمحت، استاذ ساره اقفلي عليهم لو سمحت، اذا قلنا استاذ حسام الباقي اقفل عليه من فضلك المايك. لما بتقول لي سونو جيتو بفتكر هي فوضى اللي ملوش خير في حياتي ملوش خير في مصر. لا انت مش مصر انت مصري. هتقولها ازاي سونو ها ايجيبسيانو؟ عايز اسمع صوتك. ايجيبسيانو ها سونو ايجيبسيانو الحته دي عايز اسمعها سونو برافو سونو ايجيبسيانو اوكي. ما حدش يقول ايجيبسيان عشان هي اصلا ما اسمهاش ايجيبت، اسمها ايجيتو فصفه منها ايجيبسيانو المذكر ايجيبسيانا المؤنث. يلا قولها لي تاني دي دوفي ساي ايجيبسيانو منين من مصر دي ما تنساش حرف الجر دي كفر الشيخ سونو ايجيبسيانو دي كفر الشيخ. ممكن تقولها لي بثقه اكتر دي دوفي ساي مفيش ان سونو ايجيبسيانو على طول ما تحطيش حرف جر ما بين اسر وايجيبسيانو اوكي سونو ها سونو ايجيبسيانو
دي كفر الشيخ، عايزاها على بعضها كده. تاني تاني سونو دي في الحرف الجر. يعني انت لما بتقولها بالعربي بتقولها ازاي؟ انا مصري المنوفية ولا مصري من المنوفية؟ ما ده الحرف الجر. هي هي تمام. اللي قاعدين على اللايفات من فضلكم عايزاكم انكم تكرروا معانا الجمل دي، ولكن تقولوا اجاباتكم انتوا الشخصيه واكتبوا في التعليقات سونو ايجيبسيانو سونو ماروكينو دي واسم البلد. يلا طيب اخد الاستاذ عماد الليسي. استنوا يا جماعه عشان نقدر ان احنا نركز معاكم. استاذ عماد الليسي دي دو في ساي دي دوفي سي سونو. قول ورايا سونو ايجيبسيانو ايجيبسيانو دي مستمع دي يا استاذ عماد دي ايه بقى؟ منين بقى؟ من مصر. دي ايه؟ دي المنوفيه برضك. طيب ماشي برضك ماشي. سونو ايجيبسيانو دي المنوفية. يلا سونو ايوه منوفية. ايه برضو انا المنوفية. منوفية دولة جمهورية زفتة. ايوه سونو ايجيبسيانو دي المنوفية. انا مديكوا الدرس انتوا ما بتذاكروش. انا اول مرة اخش مع حضرتك يا استاذ على فكرة. طيب ماشي خلاص هتذاكر الدرس اكتر مفيش مشكله. خلاص كرر ورايا سونو ايجيبسيانو دي. طب يلا سونو ايجيبسيانو دي. بعدها انت يا استاذ حسام. ماشي سونو ايجيبسيانو دي ايجيبسيانو ها ايوه دي ايوه المنوفية. اوكي تمام هاخد الاستاذ ابراهيم. اوكي استاذ ابراهيم دي دوفي سي دي دوفي سي برافيسيمو برافو. لو جيت يا استاذ ابراهيم وقلت لك بياتشيري هتقول لي ايه؟ بياتشيري. طب لو عايز تعلي عليا تقول لي ايه؟ بياتشيري ميو. الشرف ليا زي ما احنا ليه تشرفنا. لا ده الشرف ليا حضرتك. اوكي بياتشيري بياتشيري ميو او بياتشيري بياتشيري اسهل حاجه اقولها المهم تقولوا صح. تمام الاستاذ محمد اخذنا السؤال بتاع ده كوانتو تيمبو ساي ان ايطاليا وقلنا معناها بقالك وقت قد ايه في ايطاليا. الكل اللي على اللايف يكرر ورانا ويكتب الاجابه. ده كوانتو تيمبو ساي ان ايطاليا معناها بقالك قد ايه في ايطاليا. اوكي تعرف تجاوبني ذكرت ولا اقول وتقول ورايا؟ سي ان ايطاليا. لا نو 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 برضو يا جماعه لما باجي اجاوب السؤال ما تكررليش الفعل لان الفعل انا كنت بسالك عليك انت اللي واقف قدامي بينما انت لما بتجاوبني بتتكلم عليك انت انا بكون من انا في ايطاليا من كذا كذا انا بكون في ايطاليا من كذا كذا. انت بتكون في ايطاليا امتى؟ دي اللغه حتى العربي اهو حتى العربي بيتغير. اخد بس استاذ محمد. ها اخد استاذ محمد سونو سونو اين ايطاليا ده اميزه. حضرتك بالك قد ايه مالكش دعوه بالاجابه اللي انا حطيتها. انا عايزه حضرتك تقول لي اجابتك انت اتكلم عن نفسك. ها بالك قد ايه؟ دو اني سونو ان ايطاليا دا دو اني مش دو ما قالش دو لا دو اني برافو برافو عبدو سونو ان ايطاليا دا برافو استاذ محمد سونو ان ايطاليا دا دو اني. اوكي برافو. هاخد الاستاذ كريم كده تقول لنا كده ده كوانتو تيمبو سي ان ايطاليا. ها كوانتو ايطاليا سي ان لا مش سامعه.
sono in Italia da 6 mesi. 6 mesi. 6 mesi. 6 mesi. Sono in Italia da 6 mesi. Bravo, bravissimo. Ok, مين تاني؟ مين تاني حابب يقول على السؤال ده؟ أستاذ حسام؟ أستاذ يوسف؟ يلا. أستاذ يوسف. لا. لا، بصوا بصوا بصوا، إذا إن إحنا بنتعلم صح، نتعلم صح، جاوبوا الإجابة كاملة، عشان الإجابة دي اللي أنتوا هتقولوها في امتحان في أي حتة، مش تروحوا ترموا لهم البتاع كده في وشهم، خد خد يا عم الإجابة بقى وغور من وشي. يعني لما حد يجي ويسألك سؤال اديله الإجابة كاملة. سونو إيني تاليا داور مدة، وتقول ميزي أو أني. يلا تاني بقى. ها، سونو. Sono in Italia da. Sono in. أنا بكون في إيطاليا. ها؟ Sono in Italia. Sono. ها؟ Sono in Italia. ها؟ Uno mese. في الحرف الجر. Uno anni tre mesi. Un anno e tre mesi. قصدك تقول من سنة وثلاث أشهر؟ ايوه. اوكي، سونو ان ايطاليا دا، وركز لي على دا، لان في حاجه اسمها حروف متحركه، وهنا دا يا جماعه بمعنى منذ، لما بيجي وراها رقم او بتعبر عن مده زمنيه بتبقى معناها منذ. انا في ايطاليا منذ، وتحط الرقم وبعدين تقول ميزي او تقول اني. تمام، سونو ان ايطاليا دا اون انو تري ميزي. قولها كده بقى. Sono. Sono in Italia uno da. Anno. Non ti da. Sono in Italia. Sono in Italia. Da. 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 Un. Un anno. مش uno anni. Un anno. سنة واحدة. Un anno. أيوة. Un anno, sì? E tre mesi. Bravo, bravissimo, perfetto. Minteni ul maia. Ana vado. Ustaz Yusuf. Fammi sapere. In Italia in 3 mesi. Sono in Italia da 3 mesi? Da 3 mesi. Da 3 mesi. Sono in Italia da 3 mesi. Teni. Sono in Italia da 3 mesi, ok? Sono in Italia da 3 mesi. Ok, bravo, bravissimo. Ok, الجزئية دي خلاص كده تعتبر خلصت، مش هنقف عليها كتير، حوطت الصوت. يبقى أنا دلوقتي اتعلمت في الحصة بتاعت النهاردة إن أنا هعرف نفسي ميكيامو وأقول اسمي، ودي وأقول أنا منين. Io sono egiziana او vengo dall'Egitto. وبعدين اقول دي حرف الجر دي اللي هنا بنترجمه من، ونحط بعدها المحافظه اللي هو لا بروفينشا، اللي هو ايه بقى، منوفيه شرقيه اي حاجه براحتكم. اوكي، ناخد بالنا من نقطه ان انا ما استخدمش اسم البلد، ما اقولش ايجيبتو، لا انا عايزه اقول مصري او مصريه، تونسي او تونسيه، تونيزينو تونيزينا، ماروكينو ماروكينا. يبقى انا لازم وانا بستخدم الجمل اعرف انا بتكلم عن مين، عني انا، انا اللي هو ايه، مفرد مؤنث. طب لو واحد مذكر هيغير في كلامه، يبقى لازم يكون عارف التغيير فين، وده الذاكر بذكاء اللي احنا بنعلمه لكم، ان احنا ما ناخدش الحاجه ونحفظ قفش كده، لازم نعرف نستخدم ونحط بياناتنا الشخصيه، فنلاقي نفسنا بنتكلم مظبوط ان شاء الله مع الوقت. اوكي، وده كوانتو تيمبو سي ان ايطاليا، سونو ان ايطاليا ده. ده زي ما قال مثلا اونانو، الناس اللي بقى لها شهر هتقول اونان اوميزي، الناس اللي بقى لها سنه هتقول اونانو. ناخد بالنا من نقطه، عشان بقى ايه، انا دايما الحاجه اللي بديها لكم احب ان انتوا تستخدموها، وايه، والشطره تغزي البرج الحمار زي ما بيقولوا. فاحنا ايه، اخدنا ده على اساس ان هو هيكون حوار سؤال وجواب، فاقدر اسال واقدر اجاوب على نفس الثلاث اسئله ده همت، وفي نفس الوقت ممكن اروح الات، ممكن اروح ارغي لوحدي من غير ما حد يسالني كده، عايز اقول لك ايه، انا عايز اروح افتح كلام، هو ده الكلام، ان انا اروح اقول ايه، بونجورنو او تشاو. ايو سونو عزه خطاب. اوكي، سونو
egiziana di il منوفيه. Sono in Italia da وقول المدة. Un anno, tre mesi. زي ما انتوا عاوزين. Come volete. على حسب ما انتوا عاوزين. يبقى دايما الجمل اللي انا باخدها مش اخد جمل وارمي. اخد جمل واستخدم واشغل مخي استخدمهم في ايه؟ كل ما استخدم اكتر كل ما الجمله تثبت في دماغي اكتر. زي ما بنيجي نقول لحد ايه؟ كومستاي كومستاي ستوبين ستوبين ستوبين. ليه انت بتقولي ستوبين؟ ليه؟ عشان قلتها كتير ومن كتر ما قلتها حفظتها. حتى يبقى جوزها ضاربها علقه وراح ستوبين. ايه حافظه ستوبين يا جماعه؟ ما حدش اتكلمها في الموضوع. نيجي بقى على الجزئيه الثانيه. عاوزين دلوقتي ان احنا ناخد بالنا من حاجه. هناخد بالنا من نبدا مع بعض بالحته اللي انا كنت عايزه اقولها برضو وبرضو تبع المحادثات كوميونيكاسيون يعني ازاي ان انا اتعامل مع اللي قدامي. فانا هعبر النهارده هنحفظ مع بعض الجمله اج كده هنعبر بيها ونقول ان احنا عجنط احنا مفلسين يا جماعه احنا مفلسين. فعايزه اقولها ازاي. هاجي واقول هو تعبير من كلمتين وفيهم في وسطهم حرف جر. سونو الفيردي سونو الفيردي. هتيجي واحده تقول لي ايه على الاخضر اخضر اخضر يا مدام عزه؟ لا يا بنتي فهميني. في حاجه في الايطالي اسمها اسبريسيوني. في حاجه اسمها ايه ايطاليانو كولوكويالي يعني تعبيرات. انا اسمع دي ابقى فاهمه ان هي معناها كذا. ما تجيش حد بقى يقول ايه نونو سولدي. هتيجي واحده تقول لك ايه انا ينفع اقول لهم ايه نونو سولدي؟ طب ما انا ببتهد معاكي عشان تعرفي هم بيقولوا ايه. فتقومي تتعلمي فتقومي تستخدميه فيسهل عليك الفهم. بدل ما تقعدي تشرحي تشرحي قولي اللي هم بيقولوه واخلصي وانجزي. مش انت بتتعلمي الاول؟ اتعلمي صح تمام. فناخد التعبير السريع دهوت سونو الفيردي. يعني ايه سونو؟ اول حاجه سونو الفيربو اس اللي بنصرف معايا عشان بتكلم عن مين؟ بتكلم عن نفسي. ال اللي هو حرف اللي هو بريبوزيسيون ارتيكولاتا اللي هو ا زائد ال ماشي. على مش عارفه ليه احنا على اخضر ولا بنقول على الاخضر؟ احنا بنقول على الاخضر. حرف جر اتلزق مع حرف اللي هو اداه التعريف اللي هي زي الالف واللام شبه اللي عندنا الالف واللام كده فبقت ال. وبعدين فيردي اللي هو اللون الاخضر. سونو الفيردي معناها ان انا ايه؟ مفلس. انا مفلس. مين مفلس معانا؟ ومعانا اول واحد مفلس استاذ محمد. قول لنا انك مفلس. مش محتاجه اقوال يا جماعه. قول لنا انك مفلس يا استاذ محمد. سونو برافو. سونو الفيردي. استاذ ابراهيم سونو الفيردي برافو. استاذ محمود ها سونو الفيردي. استاذ خالد سونو الفيردي. الفيردي مش فيردي. في ناس كتير لما بتيجي تنطق الايطالي بتيجي على الاو تقوم كسره. تكسروا ليه يا جماعه؟ تكسروا؟ حد قال لكم تكسروا؟ اوكي سونو الفيردي. سونو الفيردي تمام ممتاز. حد عايز يقول التعبير ده معانا يا جماعه؟ اقفلوا بس المايكات. استاذ يوسف استاذ يوسف هل تسمعني؟ حول ها سونو 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 الفيردي. ممتاز بيرفكتو. خلاص عرفنا ازاي نعرف نفسنا. عرفنا نقول ان احنا مفلسين والحمد لله. مش محتاجين اكتر من كده. نيجي بقى على اول درس في الايطالي من كتاب فاتشيلي فاتشيلي. اللي عايز يروح يشتري الكتاب اهو يا جماعه. الكتاب بخمسة يورو. كلام فارغ خالص. بخمسة يورو او بستة يورو سامحني يا رب. بستة يورو هتشتروه واحنا شارحينه. وعندي البي دي اف بتاعه اقدر انزله لكم على القناه على السوري على الصفحه بعد كده لو حابين انكم تذاكروا معانا وتتابعوا. وبس لو طبعتوه هتخسروا نفسك يعني روح اشتروا احسن. اول درس بيقول لك ايه؟ تشاو تشاو. ايه سونو انا ايه سونو بابلو. سيبكم من انا وبابلو اركنوهم على جنب. احنا عاوزين المفيد. انا يخصني انا مالي ومال انا وبابلو. انا هقول انا عزه. يبقى انا لو راح اتعرف على حد هو عايز يقول لك ان انت تقول له تشاو. فالتاني هيرد عليك ويقول لك تشاو. فتقول له ايه سونو ماشي وتقول اسمك ايو سونو عزه. فيرد عليا الاستاذ محمد فيقول لي ايو سونو ايه؟ ايو سونو ايه؟ مش متابعين ولا انتوا بتناموا ولا ايه؟ ايو سونو محمد. ايو سونو محمد. ايوه كده ايوه كده. عايزين تفاعلي ده ولا مش تفاعلي؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس تفاعلي. طيب يبقى انا عشان اتعرف على حد هقول تشاو ايو سونو واقوم قايله اسمي وخلصت على كده. ادي اول درس شفتوا؟ والله العظيم سهل جدا سهل جدا. طيب
نيجي على حاجة تانية، عايزين نزود حتة كده كمان زيادة. الدرس التاني، الدرس التاني بيقول لك ايو سونو لوكا سونو ايطاليانو سونو بروفيسوري. خلاص، يعني عايز يطلب منك انك تقول تعرف نفسك وجنسيتك وشغلتك التلاتة مع بعض. فانا حاجة اقولها ايه؟ ايو سونو عزة سونو ايجيبسيانا سونو. هل انت بتشتغلي ماشيه كازالينجا؟ كازالينجا، نعم. ايوه استاذه ساره، نعم نعم استاذه ساره، نعم. في واحد اسمه عبد القادر، عايزه تساليه. يو سونو، واقول اسمي يو سونو عزه، وبعدين ارجع واقول جنسيتي سونو ايجيبسيانا، وبعدين ارجع تاني واقول شغلتي واقول سونو بروفيسوري. انا ممكن اقول انسيانتي دي ايطاليانو، ماشي عادي، الكلام معلوش جمرك. ممكن ان انا اقول كازالينجا، ما بشتغلش كازالينجا، عامل هقول اوبيرايو. يبقى الحاجه اللي انا هطلبها، لو انت بتتابعني دلوقتي وانت سنك صغير بتروح المدرسه، هتقول لي حاجتين. لو بنت هتقول لي ستودنتسا، يعني بتروح المدرسه في ايطاليا. ما تجيش تقولي باخد معاكي كورس، ماليش دعوه، انا بسالك في ايطاليا وضعك ايه. سونو ستودنتسا، لو انت بنوته عسوله هتقولي سونو ستودنتسا مؤنث، ولو مذاكره قولي سونو ستودنت، وده اللي في المدرسه. اوكي، حضرتك بتشتغل هتقولي سونو اوبيرايو، حضرتك بتشتغلي هتقولي لي سونو اوبيرايا. خلاص، اوبيرايو اوبيرايا، ستودنت ستودنتسا. خلاص، ما بنشتغلش ستات بيوت. ايوه كازالينجا، محدش يقولها لي كازالينجوا، مالهاش علاقه باللينجوا. خلاص، كازالينجا على بعضها كده اهوت معناها ربه منزل، سونو كازالينجا. خلاص، يبقى هتعرف لي نفسك يا استاذ عبد قادر. يلا يا استاذ عبد قادر. ها اتفضل. يسون عبد، ايوه يسون عبد القادر، ايوه دي الفيوم. لا انا عايزه نفس الاجابه، السؤال اللي انا قلته دلوقتي، احنا نقلنا الحته اللي فاتت دي خلاص، مشي اتروحت، انا عايزه اللي بعده. ها بصوا يا جماعه، بمنتهى السهوله وانا مغمضه عيني، سونو 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 وثلاث كلمات في النص، والله ما حد هيبسط لكم، ده انا برمي الايطالي في حجركم. سونو واقول اسمي، سونو واقول جنسيتي، سونو واقوم قايله شغلتي، مفيش احلى من كده. يلا طب قول وانا ساعدك. سونو ايه؟ سونو عبد القادر، اوكي. جنسيتك سونو؟ ها سونو ايجيبسيانو، اوكي. تالت، ها سونو لا خلاص سيبنا الفيوم بقى، خلاص الفيوم بقى ايه، سلم لنا عليها، بس سيبها دلوقتي. انا عايزه دلوقتي شغلتك، حضرتك بتشتغل ايه؟ بتشتغل لا استودياري خالص، مفيش حد يقول استودياري، استودياري الفيربو، انا عايزه الكلمه ستودنت. حضرتك بتدرس ولا كده وكده؟ بتدرس ولا كده وكده؟ حضرتك بتدرس يا استاذ عبادر ولا بتشتغل؟ بتدرس فين؟ كوزا ستودي، بتدرس فين؟ وبتدرس ايه؟ ايطالي. ايطالي لا، ده ما تقولوش، ما تقول كده لا يا جماعه، واحد ايطالي موقفني، انت بتعمل ايه؟ اقول له ستودنت؟ لا، اوبيرايو استوديو لا لينجوا ايطاليانا، ده حاجه كده، ولكن انت مش شغلتك انك طالب، انت بتشتغل صح؟ يبقى تقول ايه؟ ستودنت، لا ستودنت دي للطالب، ولكن حضرتك بتشتغل صح؟ اوبيرايو، قولها كده. اوبيرايو، اوبي، لا انا ما سمعتها صح، اوبي اوبيرايو، اوبيرايو اوبيرايو، مظبوط، ممتاز جدا. طيب مين يحب يقول لي الجمله بتاعه الثلاثه سونو ديت ويعرف نفسه في ثلاثه سونو؟ ها يلا يا استاذ محمد. ها سونو دكتوره ولا اتكلم على طول؟ اه اتكلم على طول، ما حدش يسالك، خلاص انت كده بتعرف نفسك لوحدك. سونو سونو سونو، وفي النص هحط الحاجات اللي احنا قلناها. ها سونو محمد، سونو جي
فيلينسيانو، ايوه كاليوبيا، ماشي، سولو وبرايو. اوبرايو، برافو، برافيسيمو. استاذ محمد التاني اللي واقف فوق، ايوه، ها، سولو، سولو ومحمد، سولو ايجيبسيانو دي المنوفيه، برافو، سولو ورايو. اوبرايو، برافو، برافيسيمو، ممتاز جدا. انتوا جماعه انتوا كده خدتوا درسين وذاكرتوهم واتكلمتوهم، ما شاء الله، ايه الحلاوه دي. طيب ننقل على اللي بعده يا جماعه، الموضوع سهل وبسيط اهو، ولا في غدر ولا في حوارات. ناخد السالوتي. ايه سالوتي؟ اللي هو التحيات مرتبطه بالاوقات. من الاخر، صباح الخير، صباح النور، على حسب. احنا الصبح فاكرين صباح الخير بالليل. طيب بنركز دلوقتي وعاوزين نقول احنا دلوقتي الصبح، كلمه الصباح ده اسمه ماتينا. ماتينا اللي هو الصبح. هنقول ايه الصبح؟ على صباحيه ربنا كده نقول ايه؟ بونجورنو. بونجورنو، كرر ورايا، بونجورنو. اوكي، يبقى ماتينا بونجورنو، ماتينا بونجورنو. اكتبوا لي في التعليقات بونجورنو بونجورنو بونجورنو، يلا صبحوا علينا كده بالايطالي. طيب لو مساء يبقى سيرا، سيرا يعني مساء، هنقول ايه؟ بونا سيرا، بونا سيرا. تمام. نوتي، بالليل، بالليل، بالليل قوي، بونا نوتي. بونا نوتي دي نقولها في حالتين، لو انا رايحه داخله اخش انام هروح اقول لهم بونا نوتي، خلاص تصبحوا على خير، هتمشي على بمقام تصبحوا على خير. بونا نوتي، رحت قابلت ناس وسايبين بعض بقى وتقابلنا كده، باي باي بقى وسايبين بعض بالليل، اوكي تشاو، بونا نوتي، يلا بونا نوتي. ماشي، ليه باللغه العربيه الفصحى طابت ليلتكم، بس احنا ممكن نمشيها تصبحوا على خير. ماشي، اوكي. طيب رايحه اهجم على حد وهسلم عليه هقول له تشاو تشاو، اوكي، هسيبه اقول له بقى مع السلامه بقى، باي باي، اشوفك بعدين. ماشي، اريفيديرتشي، اريفيديرتشي، خلاص دي التحيات. يلا نشوف مين كده هيسلم علينا. ومعانا اول حد هيسلم علينا الاستاذ محمد. استاذ محمد اول مره يقول، اللي هو بره، ها، الصبح. السلام عليكم. عليكم السلام. هتقول لنا صباح الخير يعني ايه؟ صباح الخير، صباح الخير يعني ايه يا استاذ محمد؟ بون جور نو. تاني، بونجورنو. يا جماعة ما تتكسفوش، لو ما غلطتوش ما تعلمتوش، بس لازم تتكلم. يلا نقولها تاني، بونجورنو، ها، بونجورنو، بونجورنو. اوكي اوكي، اخد الاستاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم يلا، احنا دلوقتي هنعتبر ان احنا دلوقتي بالليل في المساء، هتقولي مساء الخير، ها، بوناسيرا، برافو، برافيسيمو. بالليل قوي قوي قوي، وبالليل وهنسلم على بعض وماشيين او داخلين ننام هنقول بونا نوتي. اوكي بيني، الاستاذ ابراهيم اللي قاعد هناك هيقول لي دخلت تهجم على حد كده اهو، تروح تقول له ازيك، هتقول له ازيك، بس خلي بالك ازيك دي مع حد يكون صاحبك انت عارفه من سنك. اوكي، تشاو تشاو تشاو. اوكي، هنسيبهم ونمشي ونقول لهم باي باي، خلاص مع السلامه بقى، باي باي بقى، مع السلامه، اريفيديرتشي، برافو، برافيسيمو، اوكي، اريفيديرتشي. اوكي، يبقى ده يا جماعه كان الدرس الثاني في الكتاب بتاع فاتشل فاتشل. زي ما انتم شايفين احنا اخدنا كده درسين وطبقناهم. اوكي، فينا ناخد مع بعض الارقام لحد 10. ماشي، تعالوا قولهم مع بعض. الناس اللي معايا على اللايف يا ريت تقولوا 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 تقولوا، وانتوا تحتنا يعني تحت اللايك، او اكتبوا لنا في التعليقات. اول حاجه زيرو، سامعيني الدز اللي في الاول دي؟ اكن في دال كده في الاول، زيرو. ماشي، واحد، اونو، اونو. ماشي، اتنين، دو. خدوا بالكم حرفين متحركين ورا بعض، او اي او دو، خلاص مش دوه. تيجي واحده كده خلاص الادوه، ما تدخلنيش على زيرو، ولا ما هو اخر الهو هدية معناه انك تخش على زيرو، عشان هو زيرو، او زيرو. تمام، يبقى زيرو، اونو، دو، تلاتة، تري، اربعة،
كواترو، كرر وراي كواترو ماشي. خمسة تشينكوي، ناس كتير تيجي تقول تشينكوا. ها ليه التاء المربوطة في الآخر؟ هل في الإيطالي يوجد تاء مربوطة؟ لا يوجد. تشينكوي اي اي تشينكوي تمام. وبعدين ساي ساي ماشي اوكي ساي. وبعدين ستة، خدوا بالكم ستة اللي هي سبعة بالإيطالي، عشان في ناس بتجي تقول لي ستة ولا ايه، ستة بالمصري ولا بالإيطالي، ناخد بالنا اوكي. ستة ستة خلاص. تمانية اوتو اوتو خلاص. تسعة دي بقى لها قصة معي، نوفي نوفي. بتيجي واحدة تقول لي نوفا، ولا دي بيت عبد غفور البارع ماشي. نوفي نوفي معناها تسعة، نوفي نوفي تمام. واخر حاجة دييتشي دييتشي دييتشي. هما طبعا عدد درجة، هما بقى بيمطهن كده، واللي انت بتقعدي تمطي كده من دماغك. هقول لها يا حبيبتي ما هو انا ببطأ لك زي ما كنا في المدرسة. اقول لك ايه حساء، هو احنا بنقولها حساء ولا هي عايزة اوريك ان هو مد؟ تقولك ان هو مد، خدي بالك ركزي معايا. دييتشي دييتشي اوكي. زيرو اونو دو تري كواترو تشينكوي ساي ستة اوتو نوفي دييتشي. تمام يا جماعة تمام. وده كان الارقام. مين يحب يقول الارقام فيكو؟ واحد فيكو يقول لنا. استاذ ابراهيم لحد خمسة، من واحد لخمسة استاذ ابراهيم، والاستاذ يوسف من خمسة لعشرة. يلا استاذ ابراهيم ها. زيرو اونو دو تري زيرو زيرو ايوه ايوه زيرو مش دو وا مفيش وا وا برافو كواترو تشينكو. استاذ يوسف كمل لي من خمسة لعشرة. سي اللي جابها في النص كده دييتشي 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 10 اوكي تمام 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 اوكي. مين تاني يحب يقول؟ يلا يا استاذ استاذ عصام، ناخد استاذ عصام واستاذ حسن. مين؟ انا ممكن اقفش حد على فكره اقول له كده اوكي زيرو ها ايوه ايوه. الباقي اللي تحت المكاتب في المايكات. تشينكوي ها دييتشي برافو برافيسيمو. نسك على الحتة دي خلاص، اخدنا الارقام واخدنا التحيات تمام. عايز اركز على حتة مهمة جدا جدا اللي هي حروف الهجاء، وحركز على جزئين. حروف الهجاء يا جماعة بتنقسم لحاجتين، في حروف بتبقى اللي هي حروف ساكنة وحروف متحركة. الحرف الساكن ساكن والحرف المتحرك متحرك. يعني ايه الحرف الساكن ده؟ لما كنا بنروح كده نترجم كده في الكورسات، كانت تيجي المدرسة تقول لك ايه ب م ف الله، اقول لها هو ده مش بي ام، تقول لي لا لا ما تعلمهمش كده، اوعي تعلمهم كده. ليه؟ تقول لك ده اسم الحرف. اذا عندنا اسم الحرف وعندنا صوت الحرف. صوت الحرف يعني بتقول ايه؟ تعالى يا حرف كده قول، قول يا حرف قول ماشي. فيبقى عندي حاجتين. الايطالي يا جماعه ده لغه المزازيك، يا واد يا مزيكا على راي ايه نجاح الموجي. فيبقى احنا عايزين نركز في النقطه صح عشان ننطق صح، فنتفهم من اول مره، فنفهم اللي بيتقال لنا ماشي اوكي، وبيتكتب نفس الطريقه خدوا بالكم. فيبقى انا دلوقتي عايزه اني، لو عايزه اني اقول الحروف يعني الحروف اللي هي الالفابيتو، الفابيتو ايطاليانو اللي هي الحروف الايه 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 الايطاليه، الحروف اللي جاء الايطاليه خلاص، هقولها بالطريقه دي. ولكن قبل ما اقولها واقول اساميها، اعرف صوت الحرف بيكون عامل ازاي، عشان احنا بنحطكم كده على الطريق الاول عشان تعرفوا تقروا لوحدكم صح. طيب عندنا ا بي تشي دي اي اف جي اكا اي ال. ما تجيش واحد يقول لك ال الا انا لا ال ماشي. ام بصوا شوف في المطه دي ال
ام ان كل التلاته دول على نفس الوزن اوكي. او شايفين البق او ماشي. بي الناس اللي بتغلط في حرف البي بتقول كده عايزه اعملي عليها فيديو سهل وبسيط. تقول لك ايه؟ حطي ورقه على بقك كده اهوت وتقولي كده. المفروض ان ايه يطلع هفه الورقه تهفهف كده ماشي. بي لو انت تفتف على وشه ده بس خف خف الرذاذ شويه ماشي. بي واحده بي ماشي اوكي. يبقى البي الثانيه كانت بي بطه. بي بطه ماشي. بي بطه اللي هي البي العاديه اللي شكل البيه بتاعتها سموها بي بطه خلاص. الثانيه بي خلاص اوكي. يبقى بي والثانيه بي وكلنا بنغلط فيها عادي جدا. بالتمرين هتيجي. انا كنت بغلط فيها وبالتمرين بتيجي عادي جدا. خدوا بالك تمام. بي كو ار رجعنا تاني نمط ار اس ماشي اوكي. بعدين نيجي على ايه؟ تي. بعدين نيجي على الحرف التاني او. شايفين طالع من هنا لو تحطوا ايه كده تقول او. عارفين لما كان بيقول لك كاج ويلو او او هو ده الصوت او او الحته دي ماشي. وبعدين فو خلاص. زيتا دي الحروف الايطاليه. دي الحروف الابجديه الايطاليه بتتقسم لجزئين. حاجه اسمها كونسونانت اللي هو الحروف اللي بتكون ساكنه اللي هي ايه؟ ما تتعبوش نفسكم في حفظ كلام كتير. هو من الاخر احفظوا الحروف المتحركه. الحروف المتحركه دي هي اللي بتدينا الصوت. وهقول لكم ازاي بالتجربه. عندي خمس حروف متحركين غير دول يبقوا الباقي ايه؟ ساكن. ساكن بس مش بتاع دي انا حد خلاص. خمس حروف متحركه ا ا اي او او هم دول الخمسه المتحركين. غير كده غير كده يبقى ساكن خلاص على طول واحنا مغمضين تمام. في حد جه قال لي انا مش فاهمهم كده يا مدام عزه. كنت داخله كده حصه غلاسه مع صار فواحد قال كده. فانا قمت هبت عليا الفكره الفظيعه دي قلت له بص بقى هي ماشي وبعدين في ايه دي بمثابه الفتحه بس ما تحاوليش تجربوا تقولوا نفس النطق يعني بنقرب بنقرب المسافات بس مش ده بالظبط يعني اوكي. زي الفتح خلاص كده اوكي. وبعدين في واحده ايه قلت له بعدين كسره وبعدين اي كسره قوي كسره وكسره قوي وبعدين او ضمه وضمه قوي او يعني ربنا الهمني بهذه الاجابه عشان ابسط له الموضوع واحس ان الموضوع سهل. ازاي ان انا احفظ الحروف دي؟ مش كفايه ان انا اقول ا اي او او مش كفايه مش كفايه. امال ايه؟ اخبط قدامهم حرف ساكن علشان امزق واعرف النطق صح فاتعلم اقرا صح. وليكن هناخد حرف البي بط ماشي. بي بط هناخده فلو جينا وحطينا جنب الأ هيتنطق ايه؟ با. كل يقول با خلاص ماشي. نيجي ونحطه جنب الاي هيسمع الصوت ايه؟ ب ب. خدتوا بالكم عشان ب ايه؟ بصوا 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 هما الحرفين كده ب ايه فبقى ايه؟ ب خلاص. نيجي على الحرف اللي هو الكسر قوي اللي هو الاي هتبقى بي عشان ايه؟ ب اي بي بي خلاص. نيجي على الضم بو بو. نيجي على الضم قوي 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 اللي احنا قلنا عليها بتاع كاجولو ده اهي ماشي. بو بو بو. ناس كتير بتلخبط ما بين الاو والاو والاي والاي زي ما الاستاذ ابراهيم قال لنا فيردي. انا ما قلتش فيردي قلت فيردي دي دي. خدوا بالك من الحرف الاخير خلاص. دي كانت الحروف. يبقى عندي خمس حروف متحركه وظيفتهم ايه؟ بيمزقوا لي الجمله بيمزقوا بيطلعوا لي الصوت. الحرف كان مخروص وكان بيقول ملك يا ولا ما بيتكلمش قاطع النفس حطينا جنبه الحرف المتحرك راح ماطط بقى ادانا بقى وفرد معانا بقى بابا ما والحاجات بقى اللي انتوا عارفينها دي خلاص. يبقى عرفتوا ايه لازمتهم بمقام كده التشكيل عندنا خلاص. ده اللي بيديك الصوت في الكلمة. لو ظبطت حروفك المتحركة هتعرف تنطق صح. متفقين؟ متفقين ولا متفقناش؟ اتفقنا.
طيب حد فيكم يقول لي الحروف المتحركه ولكن مع لا لتر ام؟ ام مين يقول لي بس مع لا لتر ام؟ ام وراها ام وراها اه هتتقال ايه؟ اي كده ام وراها ايه؟ طب واحد تاني ام وراها ايه تتقال ايه؟ ماشي اقولهم في الاخر بس خلينا نقول للناس اللي ما قالتش. ماشي مي. ماشي ايه تاني؟ ما مي. طب وام وراها ايه اللي هي القصره قوي قوي؟ ها هتبقى ايه؟ مي. لا ايه تبقى مي. اه عشان ناس كتير بتيجي تقول لك ايه ميلانو ميلان. لا ميلانو ميلانو. الله ده بنتك كده زي الايطالي عشان بنت على حروف متحركه صح. انت بنتك كده زي الايطالي انت بيت خواجه ولا ايه؟ بنت على حروف متحركه صح. ميلانو قولها كده ها ميلانو. اوكي مي لا نو شفتوا مي لا نو. طيب لو عايزين نقول كوم رايحين كومو رايحين كومو كومو شقافة نقولها ازاي؟ كومو كومو. خدت بالكو ولا ما خدت بالكو ولا ما خدتوش؟ كومو ميلانو. اوكي روما روما ما اخرهاش ته مربوطة ناخد بالنا مفيش ته مربوطة في الاخر. اوكي ممتازين. مين يحب يقولهم لي كلهم مرة ورا بعض؟ ها يلا يلا وغلاوتك لاقي يلا يا عم ايوب. ميلان. انا بهزر معاك يا جماعة عشان ايه نطري القعدة عشان ما تزهقوش من الايطالي. الايطالي بسيط الموضوع هيطول معنا فلازم ناخده بحب. ها اه ايه واحد بس اللي يقول لو سمحت عشان انا كده مش هسمع حاجة. اه ايوه ايوه لا في او انت ليه قلتها او في الاول؟ مو 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 وبعدين وبعدين مو تحس ان الصوت جاي من هنا مو مو. اوكي اوكي مو برافو برافيسيمو. اوكي خلوني بقى ايه اديكوا حته كده صغنططه قد كده صغنطوطه ماشي ايه في القواعد عشان انتوا ايه بتكرهوا القواعد قوي فانا هحسسكم ان هي حلوه بصراحه ان شاء الله تبقى حلوه هنخليها لكم حلوه هي غلسه بس احنا هنحليها. بصوا يا جماعه في حاجه في الايطالي قبل ما اجي ايه اتعلم اي حاجه في حاجه اسمها الاسم اللي هو ايه الاسم اللي هو النومي في ناس بيسموه يا سوستانتيف يا واد يا سوستانتيفو مالكوش دعوه لا نومي ولا سوستانتيف هو اسم يا جماعه اسم وراحوا دماغكم بيدلعوه يقولوا سوستانتيف هو برضو اسم خلاص عشان لو سمعتوا نومي سوستانتيفو تعرفوا ده الاسم. طيب عندنا في حاجه اسمها المذكر والمؤنث ناس كتير بتبقى عندها مشكله في الموضوع ده لان احنا مش بالضروره ان المؤنث والمذكر في العربي يكون هو المذكر والمؤنث في الايطالي دي لغه ودي لغه ملناش دعوه. هديكم مثال لو جينا وقلنا كلمه بورتا بورتا وكلمه فينيسترا فينيسترا اوكي كلمه بورتا يعني باب باب في الايطالي في العربي هو ايه مذكر الباب يكون مفتوح مفتوح مش مفتوحه مفتوح عشان هو مذكر خلاص بينما لو جيت وقلت في الايطالي هقول لا بورت لا بورت ايه ابيرت ليه قلنا ابيرت هو مش قلنا مفتوح ايوه ما انت بتترجم من البلدي انت بتقول من العربي اللي عندك من المصري اللي عندك غلط هو في الايطالي يبقى مؤنث يبقى ابيرت عشان هو مؤنث خلاص إيه شباك نفس الحدوته احنا بنقوله شباك شباك مفتوح هو برضو في الايطالي لا فينيسترا لا فينيسترا اوكي يبقى عندي في كلمات بتبقى مؤنثه في الايطالي بينما انا بعتبرها في لغتي مذكر ما لخبطش اخد بالي من الحته دي كويس جدا. طب هو احنا ليه
يا ترى يا هل ترى. لازم ضروري نعرف تركيبة الاسم، علشان لو عرفت افهم واميز الاسم كويس هعرف احدد الاداة اللي بتيجي قبله، اداة نكرة او معرفة. فيبقى ضروري ان انا اتعلم اول حاجة في الايطالي. انا في وجهة نظري كده، عكس ما الكتاب بيقول، الكتاب بيقول اداة النكرة الاول، بس انا بمخي، انا بمخي انا المصري الجميل الذكي قلت ما ينفعش ان انا احط اداه انا اصلا مش عارفه الاسم ده ايه. يعني طب ما تقول لي الاول ده ايه عشان افرق، وبعدين انا بحط الاداه عشان ما تخضش، ما تخضنيش كده مره واحده خلاص. فيبقى انا ايه، هاخد حاجه مهمه ان انا هعرف معاكم النهارده هي قاعده، وهسميها لكم قاعده او. قاعده او دي ماسكيله فيمينيله، ان انا اقلب ازاي او اقدر ان انا احدد ان الحاجه دي، ودي قاعدة مش أساسية، عشان دايما في شواذ للقاعدة. كل مرة اديكوا حتة كده، همرر لكم حتة كده خلاص. عندي دلوقتي قاعدة الاو اه. ايه قاعدة الاو اه دي؟ والله ده انا مألفها دلوقتي وانا قاعدة معاكم ماشي. ان انا معظم الحاجات التي تنتهي بحرف الاو في الغالب بتكون مذكر، زي راجاتسو، بامبينو ماشي، زي كلمة ليبرو، اوكي، كوادرنو، او كل الاوهات دي معناها ان الحاجة دي مذكر. مرات يعني في برضو شواذ للقاعدة، انا مش عايزة ايه، احنا مش هنستعجل على رزقنا خلاص. يبقى عندي الاسم بقو ده في الغالب انه هيكون مذكر. ادوني مثال كده، بامبينو، راجاتسو، ليبرو، ليبرو، كوادرنو، اوكي تمام. القاعده الثانيه بقى الاو، امتى؟ ان بعض ان الكلمات اللي في المجمل، يعني مش دايما دايما برضه، عشان اي ما حدش قلتي وانت بترجع، ما برجعش، هم اللي بيرجعوا، ما انا ماليش دعوه، انا بقول لكم اللي هم كاتبينه، انا ماليه لمبي. فعندي الحاجات اللي اخرها او دي ماشي، بتكون في الغالب مؤنث، مؤنث عشان الناس بتتضايق ان انا بقولها مؤنث ماشي. فبقولها ايه؟ اه، زي ايه؟ بامبينا، اه ماشي، بامبينا، كلمه قلم ماتيتا، ماتيتا خلاص، ماتيتا، بورتا ماشي، اوكي، إيه راجاتسا، يبقى راجاتسا، بامبينا، ماتيتا، بنا، كل ده نقدر نعتبر ان هو ايه، على مؤنث تمام، اللي هو المؤنث. يبقى عندي القاعده دي في قاعده التذكير والتأنيث، هي القاعده الاولى، ان احنا الكلمات معظم تقريبا الكلمات الاخيره او بتكون كلمات مذكرة، ومعظم الكلمات التي تنتهي بآ هي كلمات مؤنثة. وفي كلمات عشان نحولها من الأو للآ والآ والأو، يبقى احنا كده بنحول من المؤنث للمذكر، زي كلمة راجاتسو، المؤنث راجاتسا، بامبينو، بامبينا، يبقى طفل، طفلة، بامبينو، طفل، بامبينا، طفلة ماشي، راجاتسو، صبي، اللي هو شاب 13 14 سنة، راجاتسو، اوكي، او صبي او شاب، راجاتسا صبية او شاب، اوكي تمام. ايه تاني؟ اميكو، اميكو اللي هو صديق، اميكا صديقة، او اه برضو، او اه، اميكو، اميكا تمام. بدي قاعده كده بتاعه التذكير والتأنيث كده اهوت، ايه حاجات، معظم الحاجات يا جماعه كده اللي اخرها او تقريبا كده نهايه هتبقى كده ايه، والله اعلم، هتبقى مذكر. والحاجات اللي اخرها اه بالتقريب كده هتبقى ان شاء الله كده باذن الله هتبقى مؤنث. هيبقى في شواذ بس هقولها لكم بعديها، عشان بس ما نخمكوش فتقول بقول لك ايه، سك كتابك وامشي اتكل على الله، مش عايزين نتعلم، لا احنا عايزين نبسط الدنيا وناخدها واحده واحده كده والدنيا هتبقى سهله تمام. يبقى دي قاعده التأنيث والتذكير في اللغه الايطاليه. يبقى احنا كده النهارده ريكابيتولاندو، نلخص ونلم الليله. بس قبل ما نلخص ونلم الليله، خلينا اخد
يا أستاذ عبدو، أستاذ عبدو هل تسمعني؟ أوكي، لو قلت لحضرتك بامبينو ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ليه تفتكر ليه من وجهة نظرك انه مذكر؟ برافو برافو، شفت؟ برافو، لو كانت في واحدة معايا كنت قلتها برافا. يبقى في قاعدة التأنيث والتذكير، او دي قاعدة الاو ماشي. اوكي، مين تاني يا استاذ ابراهيم؟ بار. نعم ها، يلا ماشي، بس اخد الاستاذ ماريو عشان هو قاعد وما قالش حاجه. استاذ ماريو، اوكي استاذ ماريو، ماشي. لو عاوزين نقول كلمه بورتا مؤنث ولا مذكر؟ بورتا المفروض مؤنث. ليه في وجهه نظرك مؤنث؟ اخرها برافو، اي كده برافو. إيه نقول السؤال؟ لو في الحتت اللي احنا شغالين فيها قولوا لي السؤال، في حاجات غير دي قولوها لي احضرها للمره الجايه عشان ما نبقاش مش عايزاكم تطلعوا مني. يعني عايزين نلم ايه، ما حد يجي يقطع حد من التفكير. ايه، سيبوا الحبل ما تقطعوش حبل افكاره. ها اتفضل السؤال، انا معاكي يا استاذه ساره. يا استاذه ساره انا معاكي، فين السؤال؟ انني لا اراه. ده كان في واحد كان بيسال سؤال ماريو تقريبا. ايوه يا استاذ ماريو، فين السؤال؟ قولي يا استاذ ماريو. قفل. طيب ايه السؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب نسال، حد عنده يا جماعه سؤال قبل ما نعمل حته الريكابيتولاندو بتاعتنا عشان نلخص ونقفل؟ ها؟ حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه ده؟ مين؟ اتفضل. موجود الفيديو ونزلته لكم، وهرجع انزله تاني اللي انا عاملاه لكم، وعامله بوشي وعماله اعمل كده واعمل افتح بقي قد كده، فتح بقي قد كده اللي هو زباين. ها موجود الفيديو ده موجود، بس انت وانت بتذاكر هتاخد بالك بي، تحاول تحطها جنب الحرف المتحرك عشان تشوف الصوت، عشان ده هيمررك انك تتكلم بعد كده وتقرا صح. تمام اوكي تمام اوكي. طيب حد عنده اي سؤال تاني في اي حاجه؟ حد ما فهمش اي حاجه يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال في اللي عندنا على اللايف يكتب لي في الحته في الحته في الحته في الحته اللي احنا قلناه ده؟ حد عنده في اي تعليق حاجه مش واصله؟ كله وصل؟ وصل؟ وصلت؟ وصلت؟ اللي تاني سهل ولا صعب؟ هيبقى سهل دلوقتي كده. سهل، ايوه دلوقتي بقى سهل. ليه؟ لان الضوء، بص يا جماعه، المدرس ده وظيفته انه يجيب لك الحاجه كده اهو، يقعورها كده اهو ويرميها لك في حجرك، وتبقى عارف الحاجه دي ايه وتبقى فاهمها وتعرف تستخدمها. اللي هياخد معايا حاجه النهارده ويذاكرها حاولوا تستخدموها عشان ما تنسوهاش. ريكابيتولاندو، نلخص ونلم الليله. حصه النهارده الحلوه الجميله ده هي اللي احنا بدأناها عشان نساعد كل الناس سنة أولى إيطاليا، اللي هيكون عبارة مش بس كورس لغة، اللي هيكون متابعة، هيكون حاجات توعية، كل الحاجات اللي بتحتاجوها هنجيب المتخصصين وبتجيبهم وبدفع لهم وبعمل كل الحاجات عشان يبقى عندك أحلى محتوى باسم الطالب المصري من واحدة أخت كانت زيها زيك في يوم من الأيام، جت ولطشت معاها وكبت نفسها بس حد يقول لها كلمه بالعربي، بس اشرح بس حد، لو حد يقول لي بالبلدي. جبنا لكم البلدي كله لحد عندكم. طيب نلخص ونلم الليله ريكابيتولاندو. انا النهارده اخدت حاجتين اخد بالي منهم، ان انا ازاي اعرف نفسي واسال سؤال. كوميتي كيامي تشاو، كوميتي كيامي مي كيامو او سونو، واقول اسمي. اتنين، دي دو في ساي معناها انت منين، واروح احط اول ما اسمع دي دو فيسي اقول سونو وراها جنسيتي ودي واسم محافظتي، سونو ايجيبسيانا دي المنوفيه، خلص. او فينجو دالي جيتو دي المنوفيه، هتيجي واحده تقول لي سونو ايجيبسيانا فينجو دالي جيتو،
هقول لها ده سعيد صالح لما كان بيقول ايه رقاصه وبترقص الاثنين، ما ينفعش، لان الاثنين نفس المعنى، الاثنين نفس المعنى، ما ينفعش استخدم حاجتين نفس المعنى. معنى انا مش فاهمه بقول ايه، معنى انا مش فاهم. اوكي يبقى سونو ايجيتسيانا دين منوفيه، لو راجل، لو راجل هيقول سونو ايجيتسيانو عشان هيحاول قاعده الاو اهي يا جماعه، قاعده الاو اهي برضو سونو ايجيتسيانو دي البلد بقى اللي هو جاي منها. اوكي او فينجو دالي جيتو ايجيتو دي واسم البلد اللي جاي منها لا بروفينشا. اوكي وبعدين لما حد هيقول لي بياتشيري هقول له بياتشيري، ولو عاوز اعلي عليه اقول له يا اخويا ده الشرف ليا انا هقول له بياتشيري ميو. خلاص ولو عاوزه ان حد يسالني ويقول لي او انا اسال حد اقول له انت بقالك قد ايه في ايطاليا، دا كوانتو تيمبو سي ايطاليا، بقالك وقت قد ايه في ايطاليا، فهيقوم يقول سونو عشان مش يقول سي، بتكلم عن نفسي انا، انا اللي في ايطاليا مش انت، انا سالتك انت انت بقالك قد ايه، هتقولي لي انا انا بقالي في ايطاليا قد كده، سون ان ايطاليا دا والمده واني او ميزي، ولما احط دا ووراها رقم مده يبقى بتترجم كده بالبلدي منذ، ده انا قاعد من قد كده في ايطاليا، ده انا قاعد في ايطاليا من يجي 6 اشهر. هقول ازاي؟ سونو ان ايطاليا دا سي ميزي، ناخد بالنا سي ميزي، لو بقالي شهر واحد اقول دا اون ميزي، اون ميزي، ميزي انت شو قلتي ميزي وانت بترجعي في كلامك ولا ايه؟ لا ميزي اللي هو المفرد، ودي قاعده تانية هناخدها لكم بس على بعدين، بعدين مش هنرخم دماغكم دلوقتي، ان هو لو في الجمع في المفرد ميزي وفي الجمع بتبقى ميزي، ميزي خلاص، ودي قاعده ان احنا نحول من الايه للايه في الجمع بعدين 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 انسوا انسوا، ولكن انكم سمعتوا حاجه ركزوا في الحته الاولى. سونو ان ايطاليا، انا ايه سونو ان ايطاليا دا اون انو، سونو ان ايطاليا دا دوه اني، سونو ان ايطاليا دا اون ميزي، سونو ان ايطاليا دا دوه ميزي. ماشي ده في المفرد وده في الجمع، وخلينا اقول لكم ان في الايطالي يا مفرد يا جمع مفيش مثنى، بس ما هو يا واحد عارفين ولا واحد ولا مية، اهو ده يا واحد يا مية خلاص اتساوي بقى، اتنين بقت جمع سينجولاري حاجه واحده، اكتر من حاجه بقت جمع، فخلاص يبقى دوه ميزي دوه اني. اوكي اي رقم بقى حطوه حطوه حطوه، جاوبوا باسئلتكم انتوا باجاباتكم انتوا اللي انتوا بتستخدموها انتوا. الجزء الثاني قلنا الحروف المتحركه ا اي او او، وقلنا عشان نتعلمهم صح ربطوهم بالحرف الساكن، حرف الساكن ساكن وحرف المتحرك متحرك، فلما اجي هقول حرف الام خليها اس س الصوت حرف كده س س، اوكي يبقى سا سي سي سو سو، وضحت وضحت توتو كيارو، ايوه يا اختي كياريسيمو. خلاص يبقى دي الحروف ازاي ان انا استخدم وافهم الحرف المتحرك، بعرفه بيغير صوت الحرف يخليه شكله ازاي. تمام اخدنا مع بعض التحيات، اي سالوتي اي سالوتي تحيات، الصبح ماتينا هنقول ايه بونجورنو، مساء الخير المساء اللي هو ايه سيرا هقول ايه بونا سيرا. اوكي بالليل قوي 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 نوتي، ليلا ليلا ماشي، فعاوزين ان احنا نقول بونا نوتي، قابلنا ناس ومروحين باي باي بقى كل واحد على بيته بيتك بيتك، وبالليل بونا نوتي ماشي ده ايه تصبح على خير المساء تصبح على خير. اوكي ليه طابت ليلتكم او طاب مسائكم او ليلتكم، ترجمه عربيه فصيحه يعني. اوكي طيب عاوزه ان انا اخد بعد وادخل انام، اوكي بونا نوتي راح انام خلاص تمام، رايحين نهجم على حد ونقول له ازيك تشاو تشاو تشاو، هنقول باي باي بقى، باي باي بقى الى اللقاء بقى مع السلامه، اريفيديرتشي اريفيديرتشي. اوكي بيني بينيسيمو
اخدنا الحروف، اخدنا الحاجات، اخدنا الدرس الاول والثاني اللي المطلوب مني فيه ان انا هستخدم الفيرب واسري ثلاث حاجات. امال هو فعل اساسي ليه؟ عشان بنعرف بنخبطه في كل حته، بنرميه كده ملوش اهل يسالوا عليه. هقول سونو واقول اسمي، فبدات بعرف نفسي. سونو عزه خطاب، سونو جيت سيانا، سونو كازالينجا. التلاتة دول عرفت نفسي باستخدام الفاعل الفيربو ايه؟ الفيربو استري. يبقى حتة سونو واحدة حطينا تلات كلمات معاها عرفنا نفسنا. شفتوا ازاي؟ موضوع سهل وبسيط، ولا في غدر ولا في حوارات. تمام كده كل الحاجات اللي تقريبا قلناها. حبينا ان احنا كل الناس اللي معانا ان هي تشارك، حابينكم انكم تكتبوا تستخدموا الحاجات دي وعلى نفسكم. او حد يجي يقول لعزه ولا منوفيه ولا بدنجان، قولوا اساميكم انتوا من تونس سونو تونيزينا تونسيه، من المغرب سونو ماروكينا، ماشي، مغربي ماروكينو، تونسي تونيزينو، خلاص. ودي برضو قاعده الاو، عرفتوا؟ برضو انا برضو حطيت لكم الاو علشان لما اقول لكم ايجيبسيانا انا وتقولوا لي ايجيبسيانا، ما تقوليش هو ليه ما قالش نفس الحاجه، تبقوا عارفين ان ده المؤنث وده المذكر. وبكده نبقى خلصنا، وبكده خلاص خلصنا، وهنروح هنروح. اوكي يبقى كتاب فاتشني فاتشني اهو ده اللي احنا هنشتغل منه. اذا عجبكم اللايف اوكي اكتبوا لي، اذا حسيتوا انكم بتستفيدوا على راسي من فوق افيدكم. كل اللي انا بعمله هو حاجات انا كان نفسي كنت بتمنى ان انا الاقي حد يعملها لي، وقررت بعد ما سافرت ورحت انجلترا ان استحرمت العلم اللي الواحد اتعلمه ده، وخاصه الحمد لله كان في قبول حلو. الحمد لله الحمد لله. والقبول يا جماعه والشطاره مش بدرجه العلم، بقدر ما هو انك تشتغل على نفسك. نقعد افكر اعمل لهم ايه، اسهل عليهم ازاي، اسهل، فتيجي الفكره، فتيجي الفكره ازاي ان انا ابسط، ان انا اسهل للي قدامي، ان انا ما اقولوش انا اتعلمت. طب صعب قوي على الفكره يا ده، انت ولا 100 سنه. لا مفيش حد يقول كده، ده واحد محبط وغيران منك ومش عايزك تتعلم وعايزك تبقى محلك سر. في ناس بتديك المعلومه وهي عايزه تحسك انها بسيطه، بس اللي عايز يعلمك بجد هو عنده استعداد ان هو يعمل، يعني يعمل لك كده اي حاجه بحيث يخليك تتنيك قاعد وتتابع وتكمل وتذاكر. هي مصلحتك والمفروض تدور عليها، بس كمان في ناس بتفتح نفسك على الحاجة، وفي ناس تسد النفس والعياذ بالله في الحاجة. فدي مش الدرجة العلمية، ولكن درجة الصدق في التوصيل بتاع المعلومة. انا من حبي في التدريس لان لقيت في نتيجة الحمد لله الحمد لله، عملت تيتشنج اسيستنت في انجلترا، يعني مساعد مدرس في انجلترا. معني ليه؟ عشان حابه اني اعمل حاجه واثبت نفسي في حاجه انا حبيتها بسببكم ولكم. الحمد لله بعد ربنا كل الفضل في الحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها، فبالتالي لازم ان احنا يكون نشجعكم ونديكم، عشان انتوا ما بخلتوش علينا، انتوا اللي شهرتونا وانتوا اللي عرفتونا وانتوا اللي بتتابعونا، ولكم الحق كل الحق علينا، ونحاول نجتهد على قد ما نقدر. واخر حاجه، حاجه بسيطه جدا عايزه اقولها لكم، المدرس الشاطر هو اللي بيخلي الواحد عايز يبقى قاعد لزق من الاخر، وبيحببه في كل حاجه حتى لو كانت صعبه. اما كنت في انجلترا كان في مدرس اقسم بالله عنده استعداد انجليزي، كان اسمه جايسون، عنده استعداد انه يتشقلب حرفيا عشان يوصل لك المعلومه. ودي كانت حاجه كانت حلوه جدا، انك تحس ان حد انه عاوز يفهمك ويقول لك انت ناقصك كذا، طب اقول لك اشتغل كذا، طب اقول لك اجيب لك كذا. ده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله. كل اللي انتم محتاجينه من عينيا الاثنين دول، وانا وفريق العمل، احب اشكر في هذا اللايف فريق العمل اللي انا محدش يقدر يعمل العمل الفظيع اللي احنا بنعمله ده لوحده. حب اشكر، احب اخصه بالذكر، فريق المصري، فريق الوسطاء الثقافيين، الاستاذه ساره ايهاب، الاستاذه دينا، الاستاذه ياسمين، ثلاثه من انجح، والاستاذه شيماء، الاربعه بلا استثناء من اخلص واحسن الناس. عشان كده احنا مكملين بالروح الحلوه اللي بتدعمنا بدعواتكم الحلوه الجميله. حابه برضه اشكر الفريق الايطالي اللي معانا، اللي سبحانك يا رب العالمين. يعني في ناس تقول لك انت عملتي كده ازاي؟ جبتي فريق ايطالي منين؟ ده انا كنت مش لاقيه حد هنا، انا يعني جاي اعمل محتوى ايطالي وانا سايبه ايطاليا من سنتين.
ربنا بيوفق لك وبيسخر لك الناس والفكره بتيجي. وسنه اولى ايطاليا والافكار، في ناس كتير كده بتجيب الافكار دي منين؟ مخاويه ولا ايه؟ لا، بكتر ما انت بتحبي توصلي الحاجه ربنا بيهديكي للحاجه. بشكر الرسالة اللي جاتلي من الاستاذ اللي مش هقول اسمه طبعا، اللي هو طلب مني الكورس ده عشان هو اللي خلاني يعني خلى الفكره تيجي على دماغي وان انا اعمل لكم الفكره بتاعت اللايف الحلوه دي. اتمنى ان من النهارده خلاص هنتعلم وهنفهم وهنتكلم ومحدش هيستغلنا، كل حاجه مهما كانت صعبه بالراحه واحده واحده هنبسطها عليكم. ماشي، بشكركم جدا جدا جدا. اكتبوا لي في التعليقات لو اللايف عجبكم قولوا لي، وبحبكم في الله، واتمنى من ربنا التوفيق. وبشكركم جدا 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 جدا. وخلينا اقول لكم اللي طالعين بيقولوا ايه لما بيحبوا، بس الناس اللي بيعرفوهم قوي 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 بيقولوا ايه؟ باتشي ابراتشي، يعني باتشي ابراتشي قبولات واحضان. باتشي ابراتشي يعني تكتبيها لواحده صاحبتك، باتشي ابراتشي يعني ايه؟ يعني قبولات واحضان، يعني قد ايه ان هو ايه ونسالوت وافيتوزو، يعني حاجه عاطفه جدا، يعني ان حد عايز ياخدك كده بالحضن. اوكي، يلا اسيبكم على خير في رعايه الله. ميرسي جدا جدا جدا، وادعوا لي دعوه حلوه، مش طالبه منكم اكتر من دعوه حلوه، لانها كفيله ان هي تحول الانسان من كده لكده. الدعوه دي هي اللي واقفه لنا في سكتنا، هي اللي مخلينا مكملين النهارده رابع او خامس سنه شغالين على هذا المحتوى المجاني اللي بيتعمل، اللي حابين ان احنا نجيب لك ايطاليا في حجرك، اللغه والثقافه والمدرسين كلهم كلهم مش هيبقوا مش في بيتك ده، في حجرك. ماشي، هسيبكم في رعايه الله. تشاو تشاو، الله براسي ما تشاو.